قلت السؤال. انت اولا كيان ناشئ تمام جديد ما عندك قواعد بعدك تمام ما عندك حتى شخوص قويه لهم تاثير مجتمعي داخل بسباق مال ناس جاي ترش انه كل مرشح مراصدين له مليار فلوس تمام داخل هواي كتل يعني عبالنا احنا راضيين لا 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 انا مو يمك انت ليش خير من الله زين. ام بالمربع الراسي مقار وين بالمربع الراسي خير من الله ورواتب وين بالمربع الراسي هذا مقركم من جادري وين لا لا وين بالمربع الراسي بالجادري بالمربع الثاني مو شي لا 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 بس لحظه الجادريه بيها مكاتب صحفيه بيها مؤسسات ومنظمات خيريه وبيها مصارف وبيها سكان عاديين ومواطنين وبيها روضات وبيها مدارس ايش وقت صارت الجادريه مال رئيس الجمهوريه لو مال فلان بس اسمح لي مقرنا واضح مقرنا واضح وصريح وبامكانك مؤتمراتكم شغلاتكم مؤتمر ما شاء الله الله يرزقكم شنو المشكله بالدعم أيه أكو شنو المشكله لا لا ما ما نعرف مصدر الدعم هذا وما يعنينا انت قبل قليل انت قبل قليل قلت انت قبل قليل ربما نسال استاذ احمد الكيانات المنبثقه استاذ احمد مصدر الدعم بس انتم ما نعرف استاذ احمد استاذ احمد من مول تشرين ما راح زين فكره وعي منين جبتوها اسمح لي اسال بس اسمح لي سؤال اسئله مهمه خلاص انا من حقنا اجاوب يا اخي انتم مدعومين هو يقصد مدعومين سياسيا مدعومين ماليا وسال عن مصدر علاقتكم بالحياة الله انت هذا لحظه هاي فرصه انت تقول شنو هالاتهام منو مو اتهام انا جاي اسال تساؤلات منو علاقه وعي بالاطلاعات الايرانيه عجيب عندنا علاقه بالاطلاعات الايرانيه شنو علاقتكم بقميص الخنجر عندنا علاقه بقميص الخنجر شنو علاقتكم بنوفل الشلبي نوفل الشلبي ايش بينا نوفل الشلبي هو جاي نحكي شنو علاقتكم هاي هو هاي اسئله لو معلومات عندك لو شنو لا, لا هو سائل خليه يجاوب هي اسئله اكو اسئله خليه يجاوب اوكي جيد ما عنده مشكله تفضل جاوب انا هم انا راح اثير اسئله زين شنو علاقتك بالحكم اخوي ما عندي علاقه شنو علاقتك بالتيار الصدري هسه انا هم افترضت اسئله من وحي الخيال اي هو انت هم جاوبني اللي ما عندي اي علاقه اي علاقه لا هو الجواب اي علاقه ما على هذا الجواب على هذا النوع من الاسئله حقيقه ينبغي أن يكون بمصادق. أنا الآن أطالبك وأجاوبك بسؤال. نعم. عندك مصادق لهذا الكلام؟ أظهرها. أظهرها أمام الناس. أقول يابا حركة وعي تابعة للاطلاعات ومصدر تمويلهم من الاطلاعات الإيرانية وهذا استنتاجي 1 2 3. ثم نوفل الشلبي شنو نوفل الشلبي؟ نوفل الشلبي تعرفه جنابك لو ما تعرفه؟ أنا جاي أسأل. تعرفه جنابك؟ ما عندي علاقة بي بس أعرفه كيس. تعرفه؟ اعرفه كيف منو هو نوفل الشلبي انا ما هسه شخص لا منو انا اريد اسئله غير اوكي شلون يسالني بارتباطي بشخص ما يعرفه شلون يسالني هو بالاخير انت مستند نوفل الشلبي نوفل الشلبي صديقك ابويا له صديق يقول لك احكيها اي احكيها هو ده يقول لك احكيها يا سيد احمد قضيه احنا احنا مرتبطين بالاطلاعات بس خلينا احنا دام الخيال اسمع على الخيال سرق هذا المشروع من عنده تمام عن طريق حسين الشلخ وهذا الشيء موجود باعترافات وحتى اكو تعليقات عندنا واكو تسجيلات بخصوص هذا الموضوع هي الفكره سرقت الاسم والفكره الاسم وحتى الفكره الاسم متاح بس هو شنو المعلومات اللي قلتها ما اعرف انه تشلبي اللي انا ما اعرف لا هو انا جاي اسئله هاي تساؤلات جاي هو انت مستند على معلومات اصلا بالاطلاعات ممكن اليوم يصدر عندكم من عندكم بيان تقولون يابا ما عندنا اي ما عندنا اي علاقه بالاطلاعات الايرانيه وما ممكن انه عندك انترنت يتعاملوا وياهم عندي خلي يصدر بيان رسمي باسم العرب ادخل على صفحه حامد السيد زين بشرفك ادخل علي لا اي هسه لا بالفيسبوك بالفيسبوك ادخل ادخل على حامد السيد ماشي صار تدلل بارك الله بك انت كاتب شيء من هذا القبيل لا بس ادخل حتى نفتهم اي ادخل هسه تجاوبنا هسه راح اجاوبك هذا جوابي زيح واستريح لا مو زيح واستريح زيح واستريح هسه مو زيح واستريح وين طلع لك هاي طلع لك البيج عزيزي ما طلع بسرج من يمك حتى تطلع لنا لا مو هو على ما على ما على ما يلقى اللي يريد يقوله هي بالحقيقه بداخل تشرين هسه اذا افترضنا انه وعي خارج تشرين لا هذه داخل بداخل تشرين ايضا ماكو راي واحد تجاه الانتخابات ولا اكو راي واحد باتجاه اي قضيه استراتيجيه برايك هذا امر صحي تقديرك هذا امر صحي لو طبيعي لو لا والله خلل نقدر نشخصه والله أنا أشوف أنه هاي
الافكار المختلفه او الاليات المختلفه هاي جنابك اتهم جنابك اتهمتنا اتهمتنا او اثر السؤال بارتباطنا بالاطلاعات هذا لا انت نزل بيان اليوم انا متحدث رسمي نزل بيان اقرا ايش كاتبين بويا وشنو بيان لولا تضحيات العراقيين لكانت ايران عاصمه لولايه خراسان حامد السيد يعني اقول لك تساؤلات الحكومه رد عليها من خلال بيان هاي موجوده يعني جاي عليه حاله واحد احنا نتجاوز بس حتى نتجاوز الاتهامات المتبادله ونرجع للفكره الرئيسيه سيد احمد انا سالتك اكو مشكله اصلا بتوحيد الاراء من نشوف قوى اخرى ناشئه موحده نفسها منظمه وضعها مرتبه امورها تسوي مؤتمرات حلوه يسوون هذا قرينه بارتباطنا بالاطلاعات ايش تجاوزته هذا؟ اي هسه انا ما اعرف انت كاتب هالشكل بفيسبوك انت طلعت لي وقريته الدكتور صلاح مني يقول بالنهايه لولا تضحيات العراقيين لكانت ايران في محل كان هذا قرينه بالارتباط بالاطلاعات الايرانيه يجاوبك عنها انا مؤسسه رسميه عزيزي احنا نتحدث عن فكر عن رؤيه عن قناعات ناقشني اذا عندك رؤيه تختلف عن رؤيتي اطرحها اذا عندك اهداف تختلف عن اهدافي اطرحها هو بهذا اذا الصدد. عندك برنامج يختلف عن برنامجي اطرحه هو بهذا الصدد هو لكن 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 لكن, لكن اثاره لا اسمح لكن اثاره اسئله ايه؟ اثاره اسئله امام المتلقي وتوحي للمتلقي انه احنا عندنا ارتباط نشكل عمق في معادله اقليميه مصدر تمويلك ممكن دافع مصدر عن نفسك مصدر تمويلي لن يكون معلوم بسبب عدم وجود ضمانات امنيه تحمي الممول انت بنفسك تقول انا بتشرين ما اقدر بس اللي اكو مؤتمر مالنا مو سياسي تجار مالنا مو سياسي قلت تجار انا راح اجاوب تجار يعني عزيز انا عندي 5000 يوم الخميس عقدت مؤتمر ببغداد هذا منين تمويله هسه اسولف لك اياه اقول لك يا بال مؤتمر كلف 6 مليون دينار ما حتى النقل مال المحافظات المحافظات تتنوها هم بقت عندنا ايجار قاعه 800 ومي وما اعرف شنو وهذا تلميناها بيناتنا تمام انا واحد من الناس تبرعت كنت هسه انت سولف لي تحب الرياضيات بالدراسه لو ما عندك ها؟ اي الحسابات زين بها؟ اي هو انا عندي الجواب هو هذا السؤال انا عندي 3000 عضو هيئه عامه اي بضمنهم المكتب السياسي والمكتب التنفيذي كل واحد يعطيني بالشهر 10000 ايش قد يصير بالشهر؟ زين انتم توزعون رواتب ولا ما توزعون؟ ما عندنا راتب ابد؟ لا مكلفين جاوبني على هذا السؤال يا اخي ليش 10 في 3000 10 في 3000 30 مليون بالشهر 30 مليون ما تقدر تسوي لي افضل مؤتمر ما تقدر تنظم لي قاعه ما تقدر تنظم لي جمهور زين هذا واحد من وسائل التمويل انا اتحداك اذا عندك 1000 شلون اتحداك اذا عندك 1000 تعال جنابك وياي للمقر ما اجي وياك نزلهم بالشارع اولا حتى تشوف المقر وين بالمربع الرئاسي لو مو بالمربع الرئاسي نزلهم اتحداك اذا تنزل لك 500 بالشارع انزلهم؟ ايه؟ ليش انزلهم بالشارع؟ هل شوف ذول ال 3000 ايش عندي استعراض جماهيري؟ بسوي لك فعاليه بالشارع انا عندي مؤتمرات انتخابيه شفتها بس لحظه ما تنزل لك الحوار هسه هو يقول المؤتمرات الضخمه والحضور الكبير لوعي ما يخالف هذا يدعونا للتساؤل حول من يمول الحركه ممتاز هسه يقول نزلهم بالشارع تختار انا وياك ممتاز هسه انا مره تقول لي عندك تنظيم منين تجيب الفلوس؟ والله العظيم مره تشوف لك مصدر تمويلي بس خليني اقول وتقول لي نزلهم بالشارع خليني اقول لك هسه احنا بالاخير نفرح لما اكو حزب ناشئ هو المفروض يفرح بس خليني هذا نموذج يا اخي بس خليني اقول لك احنا المفروض نفرح من اكو حزب ناشئ عنده فرصه بالعمل السياسي ويأثر حتى لو كان بشكل ناعم لكن من حق الاخرين يشككون بهاي القضايا من حق الاخرين يوجهون تساؤلات ومن حقكم انه تجيبون مو تدافعون انتم مو موضوع دفاع ان تجيبون على هاي الاسئله على مود الناس تقتنع نجاوب احنا لو جاي نخالف الثقه فقدت بالطبقه السياسيه تدريجيا وهاي حاله طبيعيه ادعوكم انتم تتعاملون وياها حتى دكتور صلاح ينفعل مو بس انت ادعوكم انتم تتعاملون وين الانفعال عزيز والله ينفعل من هاي الاشياء لا وين الملامح وانا حتى ما ابقى بهاي الدائره قدامك انا بكل يعني حتى ما ابقى بهاي الدائره بكل رحابه صدر استقبلت هذه الاتهامات لذلك المبطنه بطريقه السؤال لذلك انا اقول ممتاز ان نجيب عن هذه التفاصيل